السلام عليكم ورحمة الله. مكملة معاكم شرح الجوهر بوك، وزي ما قلنا احنا هنبدأ بالناشونال سيفتي ريكويرمنت ستاندرد عشان هي مهمة جدا، والمفروض ان كل الستاف يكون عارفها ويعرف يرد على السيرفيور في اي سؤال. طيب، لو فاكرين التقسيمة بتاعت المرة اللي فاتت، الناشونال سيفتي ريكويرمنت شابتر كان تحت البيشنت سنترد سيكشن. بيقول لك ان الـ patient safety تعريفه according للـ WHO هو ان نعمل mitigation reduction لأي unsafe practice، تمام، ممكن يأثر على الـ healthcare system خلاص، وممكن يؤدي لـ outcome مش كويسة، وان انا ان انا هوصل للجول ده عن طريق ان انا بطبق الـ evidence based practice. وبيقول لك كمان ان الفيلير او الفشل اللي بيحدث في البروسيس او في خطوات عديدة من البروسيس بيؤدي لمشاكل كثيرة جدا، تمام، وبيكون الكوست عليها الكوست بتاعها غالي جدا، مش بس على المريض لكن على الهيلث سيستم كله. تخيل انت في مستشفى حكومي، تمام، مريض دخل عندك عمل مثلا ابندكتومي، والمفروض المريض ده يقعد عندك مثلا 3 ايام وبعدين المريض ده يخرج. فالمريض اول ما طلع من العملية، المفروض طبعا انا بعمل للمريض ده اول ما يجي عندي القسم بعمل له اسسمنت، وبعمل حاجه اسمها فول ريسك اسسمنت، وهو المريض اللي طالع من العمليه، لانه بيكون لسه المريض مش فايق، بيكون عندي هاي ريسك فور فول. المفروض انا بعمل بعض البريكوشن، زي ان انا مثلا برفع السايد ريل بتاعه المريض. طيب انا زي ما التزمتش بكل ده، ما عملتش الاسسمنت، ما رفعتش السايد ريل، المريض ده وقع، تمام، جاله زي مثلا حصل له فراكشر، تمام. فالمريض ده بدل ما هو قعد عندي 3 ايام وفي مريض تاني جه غيره قعد عندي واستفاد من السيف اللي موجود، لا، ده اللينث اوف ستاي بتاعت المريض ده زادت خلاص. قعد، بقيت هعالج الفراكشر، ممكن اعمل له عملية تانية، تمام. حالة المريض سائت، الساكشن بتاعه طبعا مفيش، ده انا دخلت بحاجة وخرجت بحاجة تانية من المستشفى. فطبعا كل ده بيكون كوست على الهيلث كير اورجنايزيشن، خصوصا لو المؤسسة دي زي المينستري اوف هيلث، وكمان لو حاجه برايفت ممكن الانشورنس كومباني يقول لك لا انا مش دافع، ده الكومبليكيشن دي حصلت عندك في المستشفى وانت اللي ملتزم بيها. فبالتالي الفيلير في البروسيس بيأثر على كل حاجه مش بس على المريض. الغرض او البيربوس من الشابتر ده ان انا اوري الكوميتمنت بتاعي وان انا التزم بالبيشنت سيفتي ستاندرد، تمام. هنبدأ دلوقتي بقى نخش في ايه هي الستاندرد بتاعة الـ National Safety Requirement، وهي زي ما انتوا شايفين كده. عندنا اول حاجة الـ ACT اللي هي اختصار الـ Access Continuity and Transition of Care، الـ ICD اختصار لـ Integrated Care Delivery، الـ IMT اختصار لـ Information Management Technology، IPC اختصار لـ Infection Prevention and Control، FMS اختصار لل Facility Management System، SAS اختصار لل Surgery Anesthesia and Sedation، والDAS اختصار لـ Diagnostic and Ancillary Services، والـ MMS اختصار لل Medication Management and Safety. تمام، دول هم الستاندر، تمام، اللي بيحتووا على الناشونال سيفتي ريكويرمنت. طيب ايه هم بقى الجنرال او الناشونال سيفتي ريكويرمنت؟ هم متقسمين ل3 حاجات. اول حاجه جنرال بيشنت سيفتي، وبعد كده عندي الميديكيشن مانجمنت سيفتي، وعندي السيرجيكال انستيزيا اند سيديشن. خلاص، طيب بالنسبة عندي للجنرال بيشنت سيفتي، عندي أول حاجة البيشنت ايدنتيفيكيشن،
تمام، وكمان عندي الـ verbal and telephone order، عندي الـ hand hygiene، الـ catheter and tube mist connection، الـ fall screening and prevention، pressure ulcer prevention، hand over communication، critical alarm، ده ستاندر مهم برضو، recognition and response of clinical deterioration، venous thrombosis reduction، والـ critical result، تمام. وبعد كده عندي الحاجات الخاصة بالـ medication management safety، عندي الـ abbreviation، عندي الـ medication recalculation، عندي الـ medication storage and labeling، عندي الـ high alert medication والـ concentrated electrolyte، وعندي اللوكالايك ساوند لايك اللي احنا بنسميها لاسا ميديكيشن. وبعد كده دخلنا على الانستيزيا، السيرجيكال انستيزيا اند سيديشن. هنا بقى بيتكلمك في البورت ده عن السيرجيكال سايت ماركينج، البري اوبراتيف تشيك ليست، التايم اوت، والانسترومنت ريتنشن بريفنشن. طبعا مهم ان احنا نكون عارفينهم كده as a title، ويتحط للستاف زي reminders على البورد بتاعت الاقسام. نيجي بقى لأول حاجة ال NSR رقم واحد اللي هو تحت موجود في شابتر ال ACT، هنلاقي ال standard ده رقم ثلاثة اللي هو ال patient identification. patient identification من الحاجات المهمة جدا اللي أنا لازم أعملها قبل أي procedure رايح أعمله، تمام. رايح مثلا أدي medication، راح أقيس vital signs، راح أعمل care معينة، رايح أقلب المريض، لازم كل مرة إن أنا بشيك على ال patient identification قبل ما أعمل أي procedure، تمام. لان ممكن او اوريدي حصل بسبب ان الستاف ما بيعملش patient identification، بيحصل sentinel event وبيحصل incident، واوقات البيشنت بيحصل له هارم، اوقات المريض بياخد medication مش بتاعه، اوقات المريض بيعمل عملية مش بتاعته، وهكذا. فمهم جدا ان الستاف يتدرب على البيشنت identification process اللي موجودة في المستشفى، وكمان يحصل مونيتورينج للستاف هل هو كومبلاي ولا لا. حتى لما باجي اعمل هاند اوفر للمريض لازم ان انا بتابع البروسيس بتاعه البيشنت ايدنتيفيكيشن. لما باجي استقبل ريزلت، كريتيكال ريزلت بالتليفون، او الدكتور بيقول لي تليفون اوردر على التليفون، لازم ان انا بتابع البيشنت ايدنتيفيكيشن بروسيس. فالستاندر هنا بيقول لك accurate patient identification through at least two identifier to identify the patient and the other element associated with his or her plan of care. يبقى انا عندي دلوقتي الرول ان انا هستخدم، تمام، خلينا كده نعمل عليها بس highlight، at least two identifier. لو انت عايز تستخدم ثلاثة استخدم، عايز تستخدم اربعة استخدم، بس هنا according to the standard بيقول لك لازم two identifier يكونوا unique، تمام. طيب بعد كده بيشرح لك بقى الستاندر في الانترن زي ما احنا قلنا في الاول، وطبعا قلنا ان لازم يكون عندي policy و procedure. طيب ال policy وال procedures دي هيكون فيها ايه؟ لازم اهو زي ما احنا قلنا التو يونيك ايدنتيفاير، وقلنا انه غالبا بنستخدم البيشنت ثري فول نيم والميديكال ريكورد نمبر. في ناس بتستخدم او مستشفيات بتستخدم اربع اسامي، ده اكوردنج للهوسبيتال بوليسي، وهي هتقول خلاص يبقى هنستخدم البيشنت نيم ايا كان الثري او الفور نيم مع الميديكال ريكورد نمبر. بيقول لك كمان لازم البورس دي تحدد when verification of patient identification is required، امتى لازم البورس كده تكون عامله لك منشن
امتى لازم اعمل بيشنت ايدنتيفيكيشن. هتلاقي كده في البوليسي بيفور ميديكيشن ادمنستريشن بيفور ميجرنج فايتال ساينز بيفور الاوبريشن بيفور، هتلاقيه يعمل لك لسته كبيره تمام موجوده في البوليسي تمام. طيب بعدين عندي element associated with care such as medication, clinical specimen, blood and blood products and other method to document identifier such as wristband, ID card and other. تمام؟ بيقول لك لازم يكون في مثل، انت بتقول لي الوقت ان انا هعرف المريض ب at least two identifier. طب انا هعرفهم ازاي؟ لازم يكون على المريض ال ID band ودي ال most common يعني، او مثلا معلق ID card وهكذا. فلازم يكون حاجة السيرفير يشوفها تقول له انا بستخدم دي في ال patient identification، ويكون موجود عليها ال patient name وال medical record number. طيب كمان the exclusion criteria for patient identification. تمام، ايه هي بقى الحاجات اللي انا ما ينفعش استخدمها ك patient identification؟ هو كتب لك هنا زي ال patient bed number او ال patient room number and other. هتيجي مثلا الممرضة وهي بتكلم زميلها او الدكتور بيسلم زميله المريض اللي في سرير ايه في غرفة 10. تمام، فطبعا ده ممكن اكون انا نقلت المريض تمام. ممكن يكون التو بيشنت بيتكلموا مع بعض وكل واحد قاعد في سرير غير التاني. تمام، ممكن اي حاجه تحصل، والمشكله دي بتحصل بالذات في حالات اللونج تيرم كير فاسيليتي او الاكستندد كير يونت، المرضى اللي بيقعدوا عندنا بالسنين. ممكن المريض ده يقعد في نفس الغرفه في نفس المكان مده طويله جدا، فالستاف بيتعود ان المريض قاعد في المكان ده، وفجأة يحصل مثلا مشكلة ما في الغرفة، يحصل مثلا المريض ده طلع له مزرعة مثلا بوزيتيف والمفروض يتحط عزل فنقلناه. تمام، فالممرض او الفيزيشن يكون متعود ان هو المريض ده في الغرفة دي، فيدخل فيدي الكير لمريض تاني خالص. تمام، فمهم قوي ان انا كل مرة بدخل المريض بعمل له بروسيجر لازم ابص على الاي دي باند واتأكد من النيم والميديكال ريكورد. Special situation when patient identification may not follow the same process such as for newborn babies and identify patient بخلال ال disaster. نديكم مثلا مثال، لو انا جالي مريض في حادثة لا معاه بطاقة ولا معاه قرايب ولا معاه اي حاجة، انا هسجله عندي على السيستم ازاي؟ تمام، ففي ناس مثلا بعض المستشفيات تقول لك انا لو ميل مثلا هسميه اكس واي، ولو في ميل هحط اكس اكس. تمام، ده طبعا بتختلف من مستشفى لمستشفى. النيو بورن بيبيز انا كان عندي مثلا بنحط بلس ان انا بحط البيبي اي دي اللي هو الاسم بتاعه والميديكال ريكورد نمبر، كنت بحط معاه كمان ايه الاي دي بتاع الام. ليه بقى؟ لان انا لو ما حطيتش الاي دي بتاع الام، انا ممكن مثلا وانا بعمل رومنج ان ادي الطفل ده لام تانية. تمام، فعشان كده كنا بنحط كمان الاي دي بتاع الام. في بقى عندي كده كانت مشكله ظهرت في المستشفى، البيشنت اللي اساميهم شبه بعض، ممكن يكون الثلاث اسامي شبه بعض، احمد يعني احمد مثلا شريف عمر مثلا، عندي تو بيشنت بنفس الثري فول نيم. تمام، فعملنا بوليسي اسمها النيم اليرت بوليسي، ان هو لو في patients اسمهم شبه بعض فبحط عليه زي تاج كده علشان الستاف اول ما يشوف الفايل يعرف ان انت عندك تو patients بنفس الاسم، او مثلا مريضه اسمها فاطمه فاطيمه. تمام، او السبيلينج شبه بعض او النطق شبه بعض. تمام، فده بيكون عندي نيم اليرت. خلاص، هنيجي بقى الـ evidence of compliance، ودي اللي المستشفى بتتحاسب عليها ويتحط لك met not met أو partially أو not applicable. بيقول لك أول حاجة لازم المستشفى يكون عندها approved policy and procedure for patient identification that address the element اللي احنا قلناها فين في الـ intent form. لازم يكون عندي approved policy و procedure. تمام، ولازم تكون مش expired. خلاص، يعني هي expired أنا البوليسي بيكون ليها validity
تختلف من مستشفى لمستشفى. زي انا كان عندي مثلا البوليسي تقعد 3 سنين، وبعد ال3 سنين لازم يحصل لها ريفيو مرة تانية. فما يجيش مثلا السيرفير يبص على البوليسي يلاقي عدى عليها ال3 سنين وما حصل لهاش ريفيو، خلاص. فلازم تكون ابروفد وما تكونش اكسباير. الهيلث كير بروفيشنال اوير بالبوليسي، the patient identification of care occurs according to the policy. طيب اول حاجه انا عملت بوليسي، لازم ان انا بعمل تريننج واديوكيشن على البوليسي، ولازم الستاف يكون اكسسبل. لو انا بستخدم سيستم الكترونيك فلازم الستاف يتدرب ازاي يفتح البوليسي من على السيستم، تمام. لو انا شغال بيبر وورك لازم كل الستاف اللي عندي يكون عارف انا عايد الفولدر بتاع البوليسي فين، واول ما السيرفيور يقول له البوليسي فين يجيب له ايه البوليسي على طول، خلاص. طيب بيقول لك هنا انه identification of care according to the policy. هتلاقي السيرفير طول ما هو ماشي معاك بيعمل observe للستاف. الستاف مثلا سي في الطوارئ دخل للمريض، هل بص على الاي دي باند ولا لا، تمام. دخل غرفة ممكن يدخل وراه يبص هل عمل فعلا patient identification ولا لا، تمام. فمهم جدا. كمان the patient identifiers are recorded in the patient medical record. لازم كل صفحة وكل ورقة في البيشنت فايل لازم يكون موجود فيها البيشنت نيم والميديكال ريكورد نمبر. طبعا احنا كل المستشفيات دلوقتي بتستخدم اللي هو الستيكرز، بيكون موجود فيه البيشنت نيم والميديكال ريكورد نمبر والروم نمبر والديت اوف بيرث والناشوناليتي وكل حاجة، بس احنا مجرد بنلزقه على الفورمز بتاعت الفايل، تمام. تاني بيقول لك الهوستل بقى تراكس collect, analyze and report data on the patient identification و الهوستل act on improvement opportunities. هنا بقى جه وقت الانديكيتور. انا ممكن اعمل انديكيتور على الكومبلاينس بتاع الستاف للبيشنت ايدنتيفيكيشن. في عندي حاجه مهمه جدا ان انا بعمل تراك للادفيرس ايفنت الريليتد تو البيشنت ايدنتيفيكيشن، تمام. بتابع كمان الانسيدنت والنير مسز اللي حصلت بسبب البيشنت ايدنتيفيكيشن. كل دي داتا لازم ان انا بعمل لها تراك وبعمل لها اناليسيس كل شهر او كل كوارتر على حسب البوليسي بتاعت المستشفى، وبشوف هل انا البوليسي بتاعتي اللي ستاف فيها كومبلاي ولا لا، هل حصل عندي مشكله المريض وهارم المريض بسبب ان البروسيس بتاعت البيشنت ايدنتيفيكيشن ما حصلتش او لا. كمان النير مسز، لان مهم جدا ان انا اشوف النير مس، لان النير مس بتعمل لي زي اليرت كده ان ممكن يحصل لك هنا مشكله بعدين، خلاص. فمهم جدا ان انا اتابعها، وخلال الاناليسس بتاع الداتا دوت انا بشوف ايه هي الامبروفمنت اوبورتونيتي اللي انا ممكن اعملها للبروسيس بتاعت البيشنت ايدنتيفيكيشن. طيب انا بقى كسيرفيور المفروض ان انا ببص على ايه؟ اول حاجه هيبص على البوليسي والبروسيدجر، ريليفنت بوليسي تو تشيك ذا ريكوايرد ايدنتيفاير. هو ليه بيبص على البوليسي اصلا؟ عشان بعد كده هيطلع يسال الستاف، تمام. يعني هو بيبص على البوليسي وبعد كده يروح بقى يسال الستاف انت ايه، قولي انت ايه هو البروسيس بتاع الايدنتيفيكيشن بتاعك. طيب كمان هيعمل review an appropriate number of medical record و check each sheet for presence for the two identifiers. زي ما احنا قلنا اي ورقة بتاع مريض حتى لو وش وظهر بتحط فيها الستيكر بتاع المريض. كمان هيعمل interview لل health care professional، يقول لك can be 10 to ask them about the two identifier and when they should be used. الجهار سيرفيور may observe the patient identification wristband for the two identifier and observe the patient identification process before procedure of care. ده الكلام اللي احنا قلناه. ويا جماعة طالما قلنا education و training لازم attendance sheet، تمام. دي رول اديت education الستاف يكون ماضي عندي في attendance sheet. كده احنا خلصنا ال patient identification. هنروح على اللي هو NSR رقم واحد، هنخش على ال NSR رقم اتنين وهو ال verbal و ال telephone order، وده احنا كنا شرحناه قبل كده. ال standard بيقول لك، شرحنا ال standard بيقول ايه وكل الكلام ده، فهبقى احط لكم الفيديو بتاعه في ال description box، تمام.
تمام. هنروح للـ NSR رقم 3 وهو الهاند هايجين. خلاص الستاندر عندي بيقول الـ Evidence Based Hand Hygiene Guidelines are adopted and implemented through the hostel in order to prevent the hostel acquired infection أو الـ Healthcare Acute Infection. الهاند هايجين يعني السؤال ده بيجي لنا كلنا في كريمتريك في CIC في حاجات كتيرة جدا، ايه هو الموست امبورتنت بروسيجر عشان امنع الهوستر اكوايرد انفكشن؟ الاجابه دايما بنقول هاند هايجين. وهتلاقي السيرفير راح يسال الستاف ايه هو اهم بروسيجر عندك علشان تمنع الهوستر اكوايرد انفكشن، هيقول له قول لي ايه هي الستاندر بريكوشن، ولازم يسمع كلمه الهاند هايجين. هيساله على الفايف مومنت، هيقول له اعمل لي هاند هايجين هاند ووشنج او هاند رابينج. هيروح الاو ار ويقول له اعمل لي سيرجيكال هاند ووش او سيرجيكال هاند راب. ويا سلام لو لقى دكتور تمام هيساله، لانه عارف انه دايما الفيزيشن يعني ما بيهتموش بالحاجات دي. خلاص فالستاندر ده من الحاجات المهمه جدا. هنا بيقول لك ان الهاند هايجين زي ما احنا قلنا هو الكورنر ستون اوف ريديوسينج الانفكشن ترانسميشن ان اول هيلث كير سيتنج. تمام، هو بيعتبر اكتر حاجه افكتيف وافيشنت للانفكشن بريفيجن اند كنترول، ولازم المستشفى توفر السبلايز المناسبه من هاند سوب هاند سانيتايزر سنجل يوز تاول ماست بي بريزنت ان ابروبريت نمبر اند بليسز. البليسز مهم جدا، ما تجيش مثلا تحط لي الحوض ورا الباب والباب مغطي على الحوض كده، الهاند واشنج سينك سينك نوت اكسسبل. تمام، ما تجيش مثلا الطرقه بتاعت العنبر مثلا كبيره وتحط لي الحوض في اخر الطرقه. تمام كده طبعا الستاف هيقول لك انا همشي كل ده عشان اروح اعمل هاند واشنج. تمام، لا طبعا هلبس الجلوفز وخلاص. طبعا احنا عارفين ان الجلوفز لا يغني عن الهاند ووشينج. بعد كده بيقول لك الالكوهول بيست هاند دروبس ار ناو ذا بريفيرد برودكتس فور روتين هاند هايجين ان هيلث كير فاسيلتيز انليس الهاند ار فيزيبلي سويلد. طبعا عشان من الصعب ان انا احط احواض في كل مكان، فالوقت الهاند دروب اللي هي الالكوهول بتكون اللي هي المفضله، وطبعا انا بستخدمها في كل وقت الا اذا كانت ايديا متسخه ظاهريا، في الحاله دي لازم الاول اروح اغسل ايدي بالميه والصابون. طيب ايه هو بقى الـ evidence of compliance بتاعي؟ لازم المستشفى يكون عندها approved hand hygiene policy and procedure based على الـ current evidence base. طبعا انا عندي الـ بين القانون لمكافحة العدوى، عندي الـ WHO، عندي الـ CDC، وعندي الـ EPIC. طبعا الـ healthcare professional trained على الـ policy والـ procedure. الـ hand hygiene poster are displayed in required areas. طبعا لازم اي مكان فيه حوض او اي مكان فيه هاند راب سانيتايزر لازم اكون حاطط فوقيه بالظبط البوستر بتاع الستبس بتاعت الهاند هايجين. تمام، وبنعلم الستاف كده نسيت الخطوات، روح عند الحوض وبص على الخطوات وقلد الخطوات اللي موجوده في البوستر، مفيهاش اي مشكله خالص، والسيرفير مش هيقول اي حاجه. تمام، طيب لان البوسترز اصلا معموله عشان تعمل ريمايندر للستاف. خلاص the hospital tracks collect analyze and report the data with improvement opportunity. طبعا احنا المفروض بنعمل الهاند هايجين كومبلاينس كل شهر، طبعا دايما بنعملها في الكريتيكال كير يونتس، وفي ناس بتعملها هوستل وايد للاوت بيشنت والان بيشنت وكل الاقسام. تمام، بس ده طبعا بيحتاج مجهود كبير من الانفكشن كنترول براكتيشنر، وبعمل لها اناليسيس ولازم احط لي جول وتارجت انا عايزه اوصل للبرسنت كام. خلاص، وابدا اعمل امبروفمنت بشوف ايه الامبروفمنت اوبورتيونيتي. طبعا عندي اليوم العالمي لمكافحه العدوى لازم او يا ربي اللي هو اليوم العالمي بتاع الهاند هايجين يعني اللي هو يوم 5/5 لازم ان انا بحتفل بيه، وممكن بقى اعمل اكتيفيتي كتيره جدا تحمس الستاف ان هو يعمل هاند هايجين واعمل مسابقات مش عارفه ايه. برضو الاسبوع العالمي لمكافحه العدوى بستريس على الهاند هايجين لان هو من الحاجات المهمه جدا. هنيجي بقى على السيرفيور بروسيس جايد.
يقول لك هنا السيرفير هيسأل بقى على ايه. هنا السيرفير طبعا هيشوف البوليسي، الستاف، education، سيرفير مي ريفيو الهاند هايجين education بوستر اند ريكورد، هيشوف البوستر متعلقة فعلا ولا لأ، وانت عندك attendance sheet لل education والتريننج اللي انت عامله. والeducation والتريننج يا جماعة مش بس هروح اقف قدام الستاف واقول له الفايف مومنت، تمام؟ لأ، المفروض اقول له الفايف مومنت واخلي كل واحد فعلا يبراكتس بنفسه الستيبس بتاعة الهاند هايجين، تمام؟ انا افتكر مرة وانا بعمل راوند كان في فيزيشن بيعمل غسيل ايدين جراحي عشان هيركب سنترال لاين، فبعد ما غسل ايديه غسيل جراحي راح نشف ايديه بالتيشو بيبر العادية. طبعا احنا عارفين بعد الغسيل الجراحي لازم ان انا بنشف ايدي بفوطة معقمة، خلاص. فعلا هو ما كانش عارف انه لازم بعد الغسيل الجراحي، تمام، ان انا لازم ان انشف ايدي بفوطة معقمة، خلاص. فمهم جدا ان انا اراقب الستاف وبراقبه مش عشان اعمل له بانشمنت، تمام، انا براقبه عشان اقول له صح مره واثنين وثلاثه. تغيير الكالتشر يا جماعه صعب جدا، تمام، وان انا اخلي الستاف كومبلاي بحاجه معينه صعب ومش سهل، ومش البانشمنت هو اللي بيخلي الستاف كومبلاي، تمام. طيب الجهار سيرفير هيعمل طبعا انترفيو للهوستل ستاف، هيسأله بقى على الهاند هايجين تكنيك زي ما قلنا والفايف مومنت اوف هاند هايجين، كمان هي اوبزيرف الهاند ووشنج فاسيليتي ات ايتش بيشنت كير اريا اند تشيك الافيلابيلتي اوف سبلايز سوب تيشو بيبر الكحول. الجهار سيرفير هيعمل اوبزيرف الكومبلاينس اوف هيلث كير وركر، مثلا الممرض ده خرج من عند المريض، تمام، غسل ايده بعد ما خرج ولا لا، تمام، راح يعمل بروسيجر. اللي على فكره يعني السيرفير بيبقى معاك وانت بتكلمه، بس هو عينه على كل حاجه بتحصل في المكان، تمام. هتلاقي مثلا يكون حاطط مثلا عايزين مثلا يعملوا اوبزيرف ال10 ستاف، خلاص، وهتلاقيه مثلا بيشوف بقى كل واحد. وعلى فكره ممكن سيرفير مثلا يكون طالع يشيك على حاجه تانية ويلاقي مثلا ستاف ما عملش هاند هايجين، فيروح يبلغ السيرفير الخاص بالانفكشن كنترول، ده انا شفت الستاف مثلا ما بيعملش هاند هايجين، فاهماني؟ فاهمني؟ بس فالهاند هايجين من الحاجات المهمه جدا. احنا كده خلاص خلصنا السيشن دي، فاتمنى تكونوا استفدتوا. ولو سمحتوا يعني اي تعليق او اي حاجه مش فاهمينها بس اكتبولي في الكومنت، وهرد عليكم ان شاء الله. ويا ريت شير للفيديو عشان يوصل لاكتر عدد ممكن، لان انا عايزه الناس تستفيد. الموضوع بس مش شرح معايير، لا، يعني في جواه انفورميشن كتير جدا. وشكرا لكم.